الجنه منزلا ما هي الحداثه ايها الساده هي اتجاه فكري اشد خطوره من الليبراليه والماركسيه والعلمانيه وهي التي تتضمن كل ما عرفته البشريه من المذاهب الفتانه والاتجاهات الهدامه هل هي تهدد الامه الاسلاميه وتنافي عقائدنا الشريفه وكيف تعالج الامه هذه الخطوره الفخيمه هذا هو عنوان لقائنا معكم في هذه السلسله المبرقشه فيا اهل العلم والعرفان الحداثه كلمه براقه وعباره رشيقه بل يفهمها كل من يسمعها من اول مره ان المقصود منها هو التطور العلمي والتقدمات الصناعيه والابتكار والتجديد غير ان الحقيقه الحداثه كلمه منظمه فكريه تهدد الامه الاسلاميه وتهدد العالم الاسلامي وتنافي عقائدنا الشريفة وتحمل في بياضها مخائل الحذم لمرجعيتنا وشريعتنا وحقائقنا وثوابتنا بل هي حقا تهدد الحق والعدل والمساواة وجميع القيم الإنسانية إخوة الإيمان إن من مخاطر الحداثة الفكرية أنها ترسم منهجا منحرفا للحياة الإنسان الكريم مخالفا لدين الإسلام القديم الذي يجمع بين التراث الحميد الجديد والمجيد وإن من أبرز ما ينتج عن الحداثة من الآثار إنها السعي وراء الجديد سعيا متفلتا بين الإيمان والتوحيد وغارقا في ظلام الشرك والإلحاد والحداثة الإسلام خطان متوازيان لا يلتقيان أبدا فيا أيها السادة الحداثة باب ظاهره الرحمة والتدور وباطنه من قبله العذاب تعالوا معي هيا نتتبع الجرائد اليومية والمواقع التواصلية لكي نعرف عن قرب من التي أضغطه هذه الأفكار الفاتكة في بلدان اعتنقها وعمل لأجل تنفيذها ليلا ونهارا المباحث والدراسات جلها بل كلها تشير إلى تراجع القوم الأوروبا عن هذه الأفكار الفاتكة لما عرفوا وعاشوا من مخاطر هذه الفتاة من مخاطر هذه الهداسية إخوة الإيمان الهداسيون الجدد ينكرون الإسلام وعقائدنا الشريفة باسم الحرية إن أبناءنا وإخواننا المسلمين بدأوا يطلبون منا تلك الحرية أي حرية أيها السادة الحرية التي تهل لهم الخبائن الحرية التي يفعلون بها ما يشاءون الحرية التي تدفعهم فولا ما بعدها فولا فبالله أسألكم أيها الهداقيون الضالون المضلون ما يغركم أن يعيش أقوام بأمن وسرور ويا دعاة لشذور الجنسية وفتك كرامة المرأة ما يغركم أن تصود أثر تغمرها الثقافة والاستقرار وباختصار ما أقول إن الإسلام دين إلهي ومنهج رباني يدعو الناس إلى الجمع بين القديم الصالح والجديد النافع ووظيفتكم أيها المسلمون أن تتعايشوا مع هذه الأفكار الفاتكة وقلوبكم مربوط بالله الحي القيوم لا أريد إطالة كلامي عليكم أختتم والسلام عليكم ورحمة الله